السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. مشجع يقتحم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. شهدت الدقيقة 91 من الشوط الأول الإضافي في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا اقتحام أحد المشجعين الملعب في أسبانيا. وجاء اقتحام المشجع بعد عودة ريال مدريد بعد تسجيل التعادل ثم هدف التقدم بنتيجة 2-1 والرد بقوة هدف الدوري الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي. كان الريال تأخر بهدف سجله رياض محرز ثم رد بهدفين عن طريق رودريجو لتذهب قمة دوري أبطال أوروبا إلى الأشواط الإضافية. أعزائي المتابعين، وكده وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله والسلام عليكم.